مركز امينه كلينك هو مميز بالتنظيف البشره وتقشير البشره، الناس رايحه جايه عليه، خصوصا كمان الناس اللي بشرتها دهنيه. المفروض يا دكتور ان هم يعملوا الجلسه دي كل شهر، ولا كل الناس، ولا كلنا، ولا واحده زي مثلا يعني لازم احط زي على طول ميك اب وامسح ميك اب؟ قولي لنا مين اكتر بيحتاجه ومين بيستفيد بيه. او طبعا البشره المرهقه، البشره الدهنيه، البشره الفاقده نضاره، كل ده بيحتاج تنظيف بشره. ممكن نعمله زي حاجه روتينيه، ان انا عايزه احافظ على بشرتي. هو تنظيف البشره المقصود بيه ان احنا نعمل تنظيف عميق لطبقات الجلد باستخدام الليزر. واحدث جهاز موجود دلوقتي هو جهاز الهايدروبيل، ده من التقنيات الحديثه اللي هو بيقدر ينظف البشره كل طبقات الجلد. بيشتغل بكذا مرحله، بنقدر نعمل بيه تقشير كريستالي. لا ثواني بقى، الجمال اللي على الشاشه ده صح؟ اه طبعا. انا هجيلك بكره على طول. انت عارفه طبعا الميك اب والشمس وده كله بيأثر فينا. اه طبعا البشره بيغير مختلفه البشرة. هي زي القمر، بيت زي القمر طبعا. انت مع الوقت اكيد بتظهر بقع، بنتعرض لشمس كتير، بنحط ميك اب كتير، كل ده بيأثر على بشرتك، كمان بيتعبها. صوره هي كمان يا دكتور، هنا طبعا قبل وبعد. هنا عملنا تقشير، تقشير بيشل لك طبقات الجلد يعني خالص. ده تقشير مع تنظيف؟ مع تنظيف البشره. حلو. فده هيشل لك طبقات الجلد كلها ويبدا يكون طبقه جديده. طب زي ايه؟ بشره صافيه. يعني تقشير مثلا اجي يوم اشهر في ناس مع تقشير لازم اقعد في البيت، هو احنا ولا ده عندنا ايه؟ كذا نوع من انواع التقشير. اول حاجه التقشير اللي هو بيتم في جلسه التنظيف العميق، ده بيكون تقشير كريستالي، المقصود بيه ان احنا بس بنشيل الخلايا الميته من على الجلد من فوق. فانت لما بتشيل الخلايا دي طبعا ده هيديكي نضاره، هيبين، هينور البشره. في تقشير بيكون اعمق شويه اللي هو باستخدام احماض الفواكه او تقشيرات الذهب. التقشير ده بيكون عباره عن ماده بنحطها على البشره تبدا توقع طبقات الجلد، فهتجدد الخلايا خالص. يعني بعد الجلسه على طول بيكون شكلك كانك كنت في مصيف وراجعه من المصيف، والجلد مشدود شويه محمر، يبدا الجلد بعد كده يقع ويديكي تجديد خالص في كل طبقات الجلد. ده اللي هو التقشير اللي لازم تعمليه بدري شويه. أوكي. يعني ده ما ينفعش يكون عندك مناسبه بكره وتعملي تقشير العميق، لا، ده بيكون مثلا قبلها باسبوع او 10 ايام عشان نقدر نشيل خالص كل طبقات الجلد. لكن لو هنعمل تنظيف عميق للبشره بجهاز الهايدروبيل، لا، ده مراحله كلها مش هتشلك الجلد من جوه، يعني هو بس الخلايا الميته، يشد المسام، ينظف الدهون. هو بيكون علاج بالموجات الفوق صوتيه وكمان الار اف والميزوثيراب. يعني دي الجلسه ما فيش اي مشكله ان احنا نعملها قبل المناسبه على طول. حلو يعني لو جدا. عندك مناسبه بكره او بعده وهنعمل تنظيف بالهيدروبيل، ده ما فيهوش مشكله. يعني هي بتعتمد على موجات، انت على يعني اشعه. عملتي جمال، انت خليتي كلمه الراجل، انت من غير ميك اب وحشه لا مش موجود ده مسحتيها خالص. خلاص، يعني نهيتيها يا دكتور. بالظبط.